في محاولة منه لإشعار أطفاله بشيء من أجواء العيد التي حرموا منها لعدة سنوات، قام أبو قصي بتجميع قطع للألعاب المدمرة وإصلاحها ووضعها جانب خيمة النزوح لتكون لعبة جديدة لهم. هذا الأب السوري النازح في مدينة درعة جنوبي البلاد أتى بالقطع من مدينة ألعاب مهجورة دمرت بقصف لطائرات النظام، ونجحت محاولته إلى حد كبير برسم الفرحة على وجه أبنائه. برمي برمي. أنا اللعبة كانت بإحدى الحدائق، جت برميل طائرة فكانت فكفكة، فحبيت ألمها يعني قدر استطاع قطع منها، وتجيب في بعض القطع الصغيرة اشتريتها من برا، مثل أرضية عملت الأرضية، يعني بعض المكونات الأساسية رديت كونتها من أساسها، يعني رديت عملت لها صياغة جديدة. حتى يعني يوم شوفه ابني أول ما شفته يعني تقريبا انبسط، يعني درجة الفرحة له يوم شوف في لعبة اجت جديدة، يعني رغم إنه ما فيش عندنا بدرعة بشكل عام أي متنفس لطفل. وبفضل اللعبة التي استصلحها أبو قصي، تقول ابنته شهد البالغة من العمر 10 سنوات إن هذا العيد هو أول عيد تستقبله بشيء من الفرح واللعب. نحن ما بنعرف العيد، بس بابا زبط لنا هاي المرجيحة عشان العيد اللي بده يجي نحن راح نستقبله الفرحة ولعب، وأول مرة بمر علينا عيد نفرح فيه. ولم ترسم هذه الألعاب البسمة على أطفال أبو قصي فقط، بل أصبحت مقصداً للأطفال الذين يقطنون في الخيام المجاورة لخيمته، مقصد يبعد ولو لدقائق صور القصف والدمار عن مخيلتهم ويدخلهم في أجواء العيد.